تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي، نظمت جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الملتقى العلمي 17 في مملكة البحرين. كان ذلك بحضور أكثر من 200 باحث ومهتم بأمور التاريخ والآثار والتراث بالبحرين ودول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين ويعقد تحت شعار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تاريخها وآثارها عبر العصور. افتتحت صباح اليوم جلسات الملتقى العلمي 17 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور 200 باحث ومهتم في كافة الأمور المتعلقة بالتاريخ والآثار، ليستعرض الباحثون فيها عددا من القضايا المهمة. فاليوم في الحقيقة نواجه الكثير من طبعا المدلسين للتاريخ، وخاصة في ظل التطورات الإقليمية، لأن هؤلاء في الحقيقة اليوم يهدفون إلى الاستفادة من هذا التدليس لخلق زعزعة في المنطقة. ولكن يجب أن لا ننسى بأن هذا ما ينشر اليوم، ما يدلس اليوم، سيكون تاريخ للغد للمستقبل، وبالتالي علينا الآن عبء ومسؤولية المحافظة على التاريخ وتراثنا من هؤلاء. يعني نحن نعرف أهمية التاريخ والآثار في عالمنا وفي دراستنا، حيث أنه الأمم تبنى بالتاريخ، بحيث أنه من لا تاريخ له لا مستقبل له. فإحنا لابد أن نتعلم من أخطائنا السابقة ونبني على ضوها مستقبلنا أو مستقبل أجيالنا القادمة. فالهدف الأساسي من هذا الملتقى ومن الملتقات السابقة أنه نبحث في تاريخنا الخليجي أو تاريخ دول مجلس التعاون، وهو تاريخ غني. الملتقى 17 يسلط الضوء على التاريخ البشري من كافة جوانبه، خصوصا وأنه يحتوي على الكثير من الأمور، فهو ليس مجرد سرد للأحداث بقدر ما هو تاريخ لماضينا الجميل. هذه طبعا جمعيتنا لا شك تركز في لقاءاتها، في ملتقياتها، في اجتماعاتها السنوية وكذا في بحوثها، دائما على إحساس أو الاستشعار أهمية التراث الحضاري لهذه المنطقة الغالية على قلوبنا، ونشعر دائما أنه لابد من خلال جامعاتنا، من خلال مؤسساتنا، من خلال جمعيتنا، نشعر أنه لابد من صياغة جديدة إقناع الطالب والباحث والمواطن بقيمة التراث، في تعزيز وحدتنا كأمة خليجية. نسعى دائما إلى العمل بروح متكاملة، بروح الفريق الواحد، وهذا يتمثل حقيقة في جمعيتنا. الملتقى الذي يستمر على مدار يومين تناقش فيه 30 ورقة من مختلف التخصصات، منها التاريخ والآثار والتراث. يستعرض خلالها عددا من القضايا المهمة وسبل حفظها لخصائص التاريخ الجوهرية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.